الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. إذا تريد تشتري ماطور، شلون تعرف القدرة الحصانية مالته حتى تشتريه؟ عندنا مثلا هذا الماطور 0.37 كيلو وات، 0.5 × 10 اتش بي، معناته هذا نص حصان، يعني 370 واط، 37% كيلو وات. هاي طريقة تستدل عليها. والشيء الثاني، تلقى المكثف مالته بين قياس 8 و10، هذا معناته انت مشتري ماطور نص حصان. نجي على الماطور الاخر اللي هو 0.55% كيلو وات او 0.75 اتش بي، معناته هذا 3/4 الحصان المكثف ماله يكون بين 12 إلى 15 حسب لف الشركة. هذا يعتبر 3/4 الحصان. طبعا يختلف بالسعر بين ماطور وماطور. هنا نجي على هذا الماطور، ايضا مكتوب عليه 550 واط، نفس الماطور ذاك بس اختلاف بالرقم، صار 550 واط هناك بالكيلو وات. نقدر نعرفه ايضا من الامبير مالته، تقريبا 3.5 مكتوب عليه الامبير، ولاحظ المكثف ايضا 12. هنا نجي على ماطور واحد حصان 0.75 كيلو وات، يعني 3/4 الكيلو وات، مكتوب عليه المكثف 15 ويوصل لل20 حسب لف الشركة. الشركات تلف، لاحظ طول الروتر والاستيتر مالته. الامبير مالته 5.2 × 10، يعني حتى امبير يكون عالي. هذا تعرف من خلاله قدرة الحصانية. هذه الماطورات اللي خاصة بالمنازل، يعني بالمنزل. هنا اكو مشكلة، اكو شركات تخدعك بالشكل. تلاحظون الماطور على اليمين هو نص حصان، وعلى اليسار هو نص حصان ايضا، لكنهم ضخمين لك بالشكل والملف مالته صغير. الشيء اللي يسوونه هم هذا غش مضبوط 100%، لانه اذا ترجع على مواصفات الليبل، هسه راح اطلع لكم اياها، تلقاها مواصفات نص حصان، لكنهم ضخمين لك الشكل حتى يغشك بانه هذا ماطور حصان. فهاي الشغله كلش مهمه تنتبهون عليها. هنا المواصفات راح تفضح الماطور وتقول لك هذا الماطور شنو اللي بداخله. هنا بهالحالة هو باعتبار ما غشك، هو بس خدعك بالشكل، لكنه كاتب لك المواصفات. هذا الغطاء مالته 0.37 كيلو وات، نص حصان نص حصان، والمكثف مالته هي 8، هسه مثل ما راح نشوفه 8 مايكروفاراد. اذا غش.